الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العلي العظيم. تعلن قبيلة المراجدة موقفها لحملة إنسانية بأن من يسعف مدهوسا أو يبلغ عن مقتول أو ينقل أمواتا وجرحا نتيجة لحوادث السير إلى المستشفى شرط أن لا يكون مسببا بالحادث، لذا لا يترتب عليه أي أثر من الناحية القانونية أو العشائرية. الشيخ وهاب حسن صالح اللافي، شيخ عام عشائر المراجدة. هذا الموضوع أول وحدة تموت كثير من العراقيين، لأنه هذا إذا حادث وينزف ومو حد يشيله أيضا مصيره شنو؟ مصير الموت. لكن إذا جاء واحد ونقذ المستشفى ربما أنه يعيش هذا الشخص، فإحنا قررنا أنه كل شخص ينقذ شخص في حادث دهس ويكون مو مسبب، فإحنا هذا نقدم له الشكر الجزيل لأنه عمل إنساني هذا وعمل إنساني بحت. فيجب على المسلم أنه أخي مسلم هذا لازم ينقذه. فصدرنا هذا القرار أنه لا يحاسب عشائريا. هذا الموضوع بعدة فقرات، أن يجب أن يكون المسعف غير مسبب في الحادث، لأن إذا كان هو مسبب في الحادث فهذا واجبه أن ينقذ المصاب، وعليه ترتيبات قانونية وعشائرية. أما إذا كان مستطرق وليس له ذنب في الحادث فهذا يجب أن يكرم، يجب أن يعامل بلطف، يجب أن يعامل بإحسان، لأنه أنقذ إنسان. نحن من خلال هذا المكان ندعو شيوخ جميع العشائر أن تحذو هذا الحذو، وحقيقة احنا هم نحمل الدولة جزء من هذا الموضوع من خلال مراقبة الشوارع بالكاميرات لإثبات الجريمة، حتى ما يكون انه هذا هو دهس ويقول انا مسعف، حتى نثبت انه هذا مسعف بحقيقته كطلب يعني، وإنما هو عمل إنساني والدين الإسلامي أوصى به. فيجب على كل العشائر أنه تطبق هذا.